هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم على ذوقك. اليوم راح أسوي معاكم وصفة وايد لذيذة. إحنا أهل الخليج نعرف الوصفة هذه لكن بمقادير مختلفة. راح أسوي معاكم طبق من الأطباق اللذيذة اللي إحنا ناكلها بكثرة وخصوصا في شهر رمضان، الباكورة. طبعا كل بيت يسوي الباكورة بمقاديره وبطريقته، ويسمون الباكورة بمسميات بعد مختلفة. من الاسم بتعرفون أن المكون الأساسي للوصفة هذه البصل. خلونا نشوف باقي المقادير علشان أسوي معاكم باكورة وايد لذيذة كريسبي، وفي نفس الوقت ريحتها تهنن. راح أحتاج حق هالتشكيلة اللي أنا جهزتها من البهارات، راح أحتاج حق مقدار بسيط من الفلفل الأحمر المجروش بما أن الباكورة هندية، راح أحتاج حق الفلفل الأحمر الحار، تقدرون تستبدلون الفلفل الأحمر الحار بالبابريكا لو أنتوا حابين. عندي هني مقدار من الكمون المطحون، عندي هني مقدار من الكركم المطحون، وطبعا هاي شوية نشا مع بيكنج باودر علشان الخلطة اللذيذة اللي راح أسويها. عندي هني صلصة التمر الهندي اللي راح أستخدمها بعدين وقت التقديم، وأرويكم شلون راح أقدم الباكورة. عندي هني مقدار من البصل الأحمر واللي معروف أنه هو البصل الهندي، ففي الهند هم عادة يسوون الباكورة بالبصل الأحمر مو بالبصل الأبيض أو الأصفر. وطبعا علشان تنجح عندكم الباكورة ضروري جدا تستخدمون طحين الحمص أو طحين النخي مثل ما احنا نقول. أحتاج مقدار من الماء علشان العجن، ولكن ما راح أحط الكمية دفعة واحدة، والملح والفلفل الأسود كالمعتاد، وبحتاج مقدار من الزيت علشان أقلي فيها الباكورة. الحين اللي راح أسويه راح أحط مقدار طحين الحمص هني، وبحط النشا، وبحط البيكنج باودر، وبحط مقدار الكركم اللي أنا مجهزته، هاي تقريبا مقدار ملعقة طعام واحدة. طبعا انتم تقدرون تضاعفون الكميه على حسب الكميه اللي انتم تسوونها، والباكوره ضروري جدا تسوونها وتقدمونها عقب ما تنقلي على طول، لان ما بتكون حلوه اذا بردت. شوفوا الالوان كان احنا في مهرجان. وراح اضيف الفلفل الحار. عندي هني مقدار الملح، وعندي هني مقدار من الفلفل الأسود. احنا في باكورة ثانية نسويها بعد اللي هي فيها خضرة، نقطع طماط، بصل، كزبرة. الحين أنا بخلط هذه المقادير بهالطريقة. الباكورة هذه وصفة من الهند وخصوصا تحديدا من مدينة جوجرات، وطبعا اشتهرت الباكورة وانتشرت للعالم عن طريق البحارة البرتغاليين اللي كانوا يروحون للهند. وريحة الباكورة أصلاً وقت القلاي لها ريحة نفاثة بسبب البهارات اللذيذة اللي هم يحطونها، فهاي هي اللي شدت البحارة البرتغاليين للوصفة هذه. وبعدين في رحلتهم وهم مغادرين الهند خذوا معاهم طهاء من الهند علشان يسوون لهم الأكل الهندي طوال فترة رحلتهم من بلد لبلد لغاية ما استقروا في اليابان. وطبعاً الطهاء هذول استقروا في اليابان وكانوا مودين معاهم ثقافتهم في الأكل، ومن هني بدأت الوصفات الهندية تنتشر خارج الهند. خلونا الحين نضيف مقدار الماء. على فكرة هما في المطبخ الهندي ممكن يسوون الخلطة هذه اللي أنا قاعدة أسويها الحين، وبدال ما يسوون باكورة البصل يحطون بدال البصل أي نوع ثاني من الخضار مثل الفلفل، لأن هم معروفين أن هم أكلهم حار ودائما عندهم الفلفل الأخضر، فيغمسون الفلفل الحار في الخلطة هذه ويقلونها ويقدمونها كنوع من أنواع المقبلات. الحين أنا ما راح أزيد ماء، راح أضيف المقدار الأساسي حق الوصفة اللذيذة اللي قاعدين نسويها واللي هي البصل.
وراح أعجن بيدي لغاية ما تنخلط عندي كل هالمقادير. البصل بمقادير بسيطة وسهلة من المطبخ الهندي، وقلت لكم تحديدا الوصفة هذه من مدينة جوجرات، سويتها معاكم بسرعة وبسهولة. طبقوا نفس الفكرة اللي أنا سويتها وإن شاء الله وصفتي تكون على ذوقكم، وعليكم بالعافية. اليوم راح أسوي معاكم أكلة خليجية لذيذة جداً، بعلمكم شلون تسوون العيش المحمر مع ألذ سمك موجود عندنا في الخليج واللي هو سمك الصافي. خلونا نشوف مقادير الوصفة اللذيذة اللي راح أسويها لكم، وراح أقدم مع الوصفة هذه طبق جانبي سلطة الكزبرة اللذيذة الحارة، اللي هي أصلاً تكون سيدة المائدة في أي وقت إحنا أهل الخليج نسوي فيه عيش وسمك، اللي هو الأرز مع السمك. عشان أسوي السلطة اللذيذة راح أحتاج هني مقدار من السماء، عندي فلفل أخضر حار، عندي هني مقدار من الطماط، ومقدار من البصل الأبيض، وطبعاً مقدار من الكزبرة المفرومة، وعصير الليمون. عندي هني مقدار من البهارات الصحيحة، أنا اليوم اخترت بس نوعين علشان أطيب فيهم العيش المحمر، اللي هما أعواد الجرفة والهيل الصحيح. عندي هني مقدار من الزبدة، وعندي هني طبعاً العيش البسمتي أو الأرز البسمتي، لازم يكون مغسول ومنقوع مدة في ماي وملح علشان حبات العيش ما تتكسر معي. طبعاً عندي هني مقدار من السمك الصافي، عندي هني مقدار من منقوع ماي الورد والزعفران، وطبعاً المكون الأساسي عشان أسوي فيه العيش المحمر اللي هو مقدار من الشكر. طبعا السمك مثل ما انتم شايفين انا هني منظفته ومبهرته بشويه كركم وبزار سمك فقط لا غير. العيش المحمر اللي انا بسوي لكم اياه اليوم مشهور جدا في المطبخ البحريني، واهل البحرين في رمضان خصوصا لما يعزمونك على الغبقه اللي هي وجبه السحور، تاكد ان اهل البيت مسوين المحمر مع الصافي، مع أن عادة الناس في شهر رمضان يكونون مركزين أكثر على اللحوم، ولكن أهل البحرين حق الغبقات الصافي هو يكون ملك المائدة عندهم. خلونا نبتدي أول خطوة نسويها، نكرمل الشكر علشان نبتدي باقي خطوات وصفتنا اللذيذة اللي راح نسويها ويا بعض. عندي هني الشكر بحطه في الجدر وبفتح النار، وبخلي الشكر يتكرمل على راحته. في هالأثناء راح أحمي الزيت علشان أبتدي أقلي السمك معاكم، وفي نفس الوقت راح أجهز السلطة اللذيذة اللي راح أقدمها مع الطبق اللذيذ اللي يبتلكم من المطبخ البحريني. السمك اللي إحنا قاعدين نطبخه اليوم اللي هو السمك الصافي، لازم نعرف ليش أصلاً أهل الخليج سموا السمكة هاي بهالاسم. الصافي معناته أن السمكة هذه صافية ما فيها قشور خارجية، وهاي اللي يمكن انتم تلاحظونها هي السمكه الوحيده اللي احنا نشتريها من السوق تجينا ما فيها قشور خارجيه. السمكه هذه اول ما تنولد يكون عليها قشور، وبعد ما تكبر شوي القشور هذه كلها تتساقط، فتتم عندك الطبقه الخارجيه ملساء مثل ما انتم شايفين. فهاي سبب تسميه السمك هذا بهالاسم. خلونا نشوف الشكر شو صار عليه. بدا الشكر يلين معاي شوي شوي، الحين راح احمي الزيت
لين ما يحمى عندي الزيت راح ابتدي اخلط مقادير السلطه اللذيذه اللي راح اسويها كطبق جانبي مع اكلتنا اللذيذه اللي قاعدين نسويها. بترك السلطة هذه على صوب، ما راح أضيف لها الحين زيت الزيتون وعصير الليمون، راح أضيف الإضافة هذه تالي قبل ما أحطها في طبق التقديم علشان ما أبغي الخضرة تلين وياي ويكون شكلها مو بحلو. بترك السلطة هنا على جنب وبشوف ماي العيش، إذا الشكر ذايب تماماً راح أجبس العيش، وإذا احتجت ماي زيادة راح أضيف ماي على العيش. لاحظتوا أني أنا ما حطيت ملح في ماي المحمر لأن أنا أبغي أسوي العيش حالي، العيش فيه شكر ما بنحط فيه ملح. الحين راح أجبس العيش في الخلطة اللذيذة اللي سويناها مع بعض في الجدر. الحين بتأكد من قياس الماي، كأنكم تسوون مجبوس. لما تسوون المجبوس المفروض ان الماي يكون على العيش بسانتي واحد، فانا هني راح اضيف مقدار بسيط جدا من الماي. خلاص هالمقدار اللي انا ضفته كفايه. قلينا السمك وصار جاهز، الحين راح أضيف شوية عصير ليمون على السلطة اللذيذة اللي سويناها، وراح أضيف مقدار من زيت الزيتون. عيشنا صار جاهز، بسكر على النار، والحين السلطة صارت عندي جاهزة. بغرف العيش وبعدين برجع أحط لكم السلطة في صحن التقديم وأرويكم الشكل النهائي حق الوصفة اللذيذة اللي سويناها مع بعض. مثل ما قلت لكم أنا أبغي العيش يكون نثري، شوفوا العيش وحباته حبة بحبة، وريحة العيش خنينة كأنها بلاليط. فعلا 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 العيش هذا لذيذ، ولما تاكلونه مع السمك وياها السلطة اللذيذة اللي أنا سويتها تأكدوا أنكم راح دائما تاكلون سمك صافي مع هالعيش، ما بتحبونه مع العيش المشغول. العيش المشغول اللي هو الأرز البسمتي اللي إحنا نسويه وبعدين نشخله ونقدمه. الحين بنجيب صحننا هني وبنرتبه، بحاول اني انا ارتب الصحن كثر ما اقدر. الحين قبل ما اصف السمك على الصحن راح احط شرايح الليمون، بما ان اكلتي سمك اقرب شيء او الذ شيء مع السمك الليمون، فراح احطهم بهالطريقه. الحين راح نحط السمك المقلي من فوق، لازم تراعون شغلات معينة وقت ما تشترون السمك علشان تتأكدون ان السمك اللي انتم جايبينه طازج وفرش. أول شيء تتأكدون من عيون السمكة،
اضغطوا عليها. اذا شفتوا السمكه يابسه معناتها ان هي طازجه، لكن اذا شفتوها طريه مجرد ما انتم تحطون صبعكم تحسون ان لحم السمك طري تحت صبعكم، معناتها ان هاي السمك مو طري ومو جديد، مو بصيد اليوم. وتتاكدون بعد من الخياشيم، وواحده من الاشارات لكم وقت القلاي وانتم تقلون السمك وبالاخص الصافي، اذا حطيتوا السمكه في الزيت وحسيتوا انها قاعده تتنتف معاكم، تاكدوا تماما ان السمك هذا مو بطازج. الحين بنحط اوراق نعناع. الوصفة اللذيذة واللي ريحتها ماخذة المكان كله، العيش وايد خنين وكنا بلاليط. سويت عيش محمر مع سمك صافي مقلي بطريقة جدا بسيطة وسهلة، وجبت لكم مقادير وايد سهلة. وسويت مع الأكلة اللذيذة هذه سلطة حارة تاكلونها مع العيش المحمر اللي هو حالي وفيه شكر من المطبخ البحريني. وقلت لكم سبب تسمية السمك هذا بالصافي لأن سمكه ما عليها قشور. إن شاء الله وصفتي كانت على ذوقكم، وإن شاء الله المقادير تعجبكم والطريقة تكون سهلة عليكم. جربوا الوصفة مثل ما أنا سويت، وعليكم بالعافية. الحين راح نسوي مع بعض طبق حلو لذيذ ومغذي في نفس الوقت. راح أعلمكم شلون تسوون العصيدة. أنا راح أعلمكم الأساسيات وتقدرون أنتوا تغيرون المقادير على راحتكم. إحنا في الإمارات مشهورين بعصيدة البوبر اللي هي اليقطين، وطبعاً من ألذ أنواع العصيدة. لكن في موسم الشتاء نغير عن البوبر ونسوي العصيدة بمقدار ثاني جداً لذيذ ومغذي، واللي هو الفندال. الفندال طبعاً حق اللي ما يعرف الفندال اللي هي البطاطا الحلوة. طبعاً في أنواع وفي منتجات كثيرة متواجدة الحين عندنا في الأسواق، ولكن أنا أفضل دائماً الفندال المحلي، طعمه يكون وايد لذيذ. خلونا نشوف المقادير اللي أنا جهزتها علشان أسوي معاكم عصيدة الفندال. عندي هني مقدار من الهيل المطحون، وعندي هني مقدار من الجرفة المطحونة اللي هي الدارسين أو القرفة. عندي هني مقدار من الزبدة الغير مالحة، وعندي هني مقدار من منقوع ماي الورد والزعفران. وعندي هني للتزيين أنا مجهزة فستق مطحون، عندي هني الجوز اللي هو عين الجمل، عندي هني الفستق الجوانح، وعندي اللوز العيدان. من مكونات العصيدة راح أحتاج حق شكر، طبعاً هني الفندال عقب ما سلقناه وهرسناه، هاي هو شكله. عندي هني مقدار من الطحين، الحين أنا حاطة هني مقدارين، عندي هو هذا هو المقدار طحين جميع الاستعمالات، هاي شكله الطبيعي، لكن هاي شكله عقب ما شفشفناه. عندي هني في المقلة بفتح النار، أنا ما راح أسوي كمية وايد، راح أسوي كمية بسيطة علشان بس أرويكم شلون تشفشفون الطحين. بحط مقدار من الطحين، هالمقدار كفاية. وببتدي أحرك الطحين بهالطريقة في المقلة لغاية ما تطلع ريحة الطحين ولونها يتغير. هاي هي طريقة شفشفة الطحين. أنا بترك الطحين شوية هني على النار، وببتدي معاكم الخطوة الثانية المهمة في العصيدة اللذيذة اللي راح نسويها مع بعض. عندي هني مقدار الفندال المهروس اللي أنا مسويته،
بحط الفندال هني في الجدر وبزيد عليه ماي حار. وبخلط لغاية ما أتأكد أن الماي والفندال اختلطوا مع بعض. الحين عقب ما خلط أنا الفندال مع الماي، برجع هني حق الطحين عشان أرويكم لونه اللي قاعد يتغير. هذا بدأ لونه يصير أشقر وريحة الطحين بدأت تطلع معاي شوي شوي. الحين الخطوة اللي عقبها، عقب ما حطيت الفندال وحطيت عليه الماي الحار، راح أضيف عليه الشكر. طبعاً كمية الشكر اختيارية، أنتوا كيف تحبون العصيدة تكون حالية أو تبونها تكون وسط، سكرها يكون وسط، على حسب أنتوا ورغبتكم. وفي ناس يسوونها بالعسل بعد يصير، أنا أحب أسويها بالشكر، كل واحد وعلى طريقته. الحين بترك المقادير هذه تنطبخ لغاية ما يذوب الشكر تماما، وبرجع حق الطحين عشان أرويكم كيف صار لونه. هذا لونه بدأ يتغير مثل ما أنتم شايفين. خلاص الحين أنا علمتكم طريقة الطحين كيف تشفشفونه. أنا راح أشيل المقلة هاي وأخليها على صوب، راح أرجع هني حق المقادير اللذيذة اللي أنا قاعدة أشتغل فيها. عندي هني الماي وعندي هني الطحين المشفشف. الحين بجيب الملة هذه اللي راح أخلط أنا فيها مقدار الطحين المشفشف مع الماي. إذا بتسألوني ليش بتخلطين الطحين مع الماي، بخلط الطحين ويا الماي علشان أتفادى التكتلات وقت ما أنا أسوي العصيدة. أنا أبغي العصيدة اللي أسويها تكون انسيابية سهلة ويكون شكلها مرتب وقت التقديم. الحين عصيدتنا صارت جاهزة مثل ما أنتم شايفين، شوفوا قوامها شلون ينن. الحين قبل ما أرفع العصيدة من على النار بضيف مقدار من المكسرات. طبعا في ناس ما يحبون يضيفون المكسرات في العصيدة وبس يحطونها على الويه، أنا أحب أحط في العصيدة مكسرات، أحسها تكون ألذ إذا فيها مكسرات. نوعية المكسرات اللي أنتم تحبون، أنا حطيت شوية لوز وشوية فستق، وعندي هني الجوز واللي هو عين الجمل، بكسرهم كذي بيدي وبحطهم في العصيدة. طبعا العصيدة بعد يسوونها بطريقة ثانية ويضيفون عليها بهارات في الكويت، قدمونها حق الوحدة اللي تكون تاوها مربي، ويضيفون عليها البيض مع خلطة البصل. فأنتوا تخيلوا احنا دول الخليج تقريبا كلنا في مكان واحد، ولكن من دولة لدولة عندنا اختلافات في تقديم الوصفات اللي احنا ناكلها واللي هي متشابهة. الحين برجع اخلط بس علشان اتأكد ان انا خلط مقدار المكسرات اللي انا خليتها في العصيدة. وخلاص بسكر على النار وبغرف العصيدة وبرويكم شكلها في التقديم. سويت معاكم بمقادير بسيطة وسهلة موجودة في كل بيت، من شوية طحين وشوية فندال سوينا العصيدة اللذيذة المغذية بمقادير وايد بسيطة وسهلة على ذوقكم. إن شاء الله المقادير تعجبكم، وسووا الوصفة مثل ما أنا سويت وبنفس مقاديري، وعليكم بالعافية.
هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.